السلامة، شناهي أحوالكم؟ اليوم رجعت لكم في فيديو جديدة باش نوريكم قضية عملتهم لسيدي رمضان. قضية شوية معناها مش كبار برشا ومش حاجات كبيرة. ألوغ اليوم نهار الأحد 19 أفريل، توا الساعة 2:30. الحقيقة باش مشيت قضيت وعملت لي كورس هذوما تعذبت برشا، وقفت في الصف أكثر من ساعة، ومن بعديك حسيت ودخلت وكهو حسيت به. باش نبداو بالحاجات اللي لازمني نحطهم في الفريجيدير. الوغ خذيت بان، خذيت 4 وحدين بيان سور، حطيت كان واحد، خذيت فريدو كبير، خذيت 2 كيف كيف، حطيت واحد في الفريجيدير، خذيت معجون هذا بالسفرجل اللي نحبو على الاخر باش نحطو في حكه باللار داير، خذيت زبده هذايا جديده، هذايا قداش 400 غرام، خذيت منها 2 نلقاها اون بروموسيون، اما نسيت الحقيقه قداش. خذيت 6 كعبات كريم فريش، هذو ما ثبت في الدات نتاعهم، نلقاهم يوفيو لو 9 ماي، ان شاء الله ربي يحيينا بخير. خذيت زادة 2 كعبات ريغوتا ذا قيصر، كنا قبلنا احنا ناخذوا الغوتا هذيك، معناها شنو نسميوها الكوتا هذيك الصبه وكل شيء، اما بيسكو توا في حاله طوارئ وكل شيء، دونك خذيت هذايا. خذيت زادة 2 وحدينا مايونيز، هذوما زادة جديده نلقاهم اون بروموسيون، خذيت 2 به. خذيت زيد 2 باكوات نواصر كيما هكا ديري، نواصر هذيا نعملوها في الدار بنينه، وسختو الكعبات نتاعها كيما تشوفوا جويدين، وانا نحب الحقيقه النواصر الجويده. خذيت زيد 2 هكايا بابي الومنيوم، خذيت 2 مارك نيميرو 1 نلقاهم زيد اون بروموسيون، دونك خذيت 2. خذيت هذوما الوغ 2 وحدينا خميره خبز، هذيا دو لا مارك سمارت شيف، هذيا دو لا مارك فانواز، وخذيت زاده هذايا الحجم الاقتصادي، دونك باش نعملو شويه خبز وكل شيء. به خذيت 2 كيلو هذايا فل نيميرو 1 صغيرون على الاخر، خذيت 2 كيلو. خذيت زاده 2 كيلو نتاع روز، هذايا يعجبني على الاخر الروز هذايا، اون بلوس كي نفورو معناها يجيني كل كعبه وحدها. خذيت زاده 3 كيلو كسكسي، هذا دو لا مارك سنابل، ما لقيت كان هذايا. خذيت زاده مكرونه فل نمرو 3، خذيت تقدي 4 ولا 5 كيلو حتى عينيكم. خذيت زاده الكانيلوني، خذيت 4 باكويت، شنو خذيت اخر، وخذيت زاده البسكوي هذايا نلقاه زاده اون بروموسيون ب 2400 يظهر لي حاسيلو، خذيت 2 باكويت. خذيت زاده شوكولا اون بودغ، هذايا دو لا مارك سعيد، خذيت 2، وهذايا زاده دو لا مارك سبيبا نلقاها اون بروموسيون، خذيت 2. شنو خذيت اخر، وخذيت الجراندور هذايا كيف كيف زاده نلقاه اون برومو، كبير بالعسل ومعه حيد صغيرون في بالشوكولا، نلقى 5000 وشويه صرف. خذيت لي تورتياد هذوما يعجبوني على الاخر، خذيت زادا شوربه فريك، على خذيت 4 باكويت. احنا في العاده با ديما يمشي يقضي معناها، مي بيسكو البيريود هذيا دونك جيت اوبليجي انا باش نخرج نقضي. خذيت زادا 2 ستيكات حليب دو لا مارك ديليس. به بالنسبه للحكه المعجون، او سميت تفرت به، بالنسبه للحكه المعجون خذيت 4 وحدينا سيكام هذيا طوماط كونسونطري، به على الاخر لقيتها اون بروموسيون 3400، دونك خذيت. خذيت زاده هذيا صوص بيتزا هذيا سيكام، نلقاهم 3 ب 5000، حسيلو خذيت 2 معناها 2 وحدينا. خذيت 2 شامبينيون صغار وحده كبيره، وخذيت زاده هذايا المايس هذايا دو لا مارك امريكانا، ما نعرفش نجاوبها اول مره، و دايغ نلقاها اون بروموسيون. من جوميا لاول مره معناها في التاريخ نتحصل على سميد، ما خلطش على الفارينا، نلقاهم في صحاسيلو كي هبطوا، انا ميم با بالوقت كما نجيت فارينا وسميد، بما لغوزمون تعديت لي كان سميد، دونك تحصلت على 3 بقى. من هنا خذيت هذايا هذايا شوكولا شو، خذيت 4 وحدينا باش نحبهم معناها، نحب في باش قنفات نعمل شوكولا شو. خذيت زاده هذايا كريم ديسير بالفاني، خذيت 6، وخذيت زاده بالشوكولاته 6. خذيت زاده 2 باكويت قهوه ذي بوندان، تعجبني على الاخر الاكسبريس هذايا بنينه ونحبها معناها. من بعد كي مشيت حسيلو عنا طاحونه بحذانا، مشيت خذيت من عندها هذايا شو اسمه اللبن العربي، خديت هذايا حسب حطيتهم بالوقت في دابوزه بالعرب يقعد، وتعديت زاده كيف كيف، وخديت من عندهم الشوكولا هذايا دو لا مارك دوريلا هذايا ب 14000، فيها 2 كيلو شويه بنينه ماهيش خايبه، جربتها حليتها بنينه. وخديت زاده ستال زبده كبير، وينو هو في الفريجيدير، خديت زاده ستال كبير زبده نتاع 5 كيلو
حسيلو بعديك مشيت شفت كتالوج عزيز انا قام عاملي بروموسيون في الفريجو فير هذوما الوغ الخمسه واحدين ب 7000 انا مشيت خديتهم في الغاز دونك فما هذيا الكبيره فما هذي اللي من بعدها فما هذي وهذي صغيرونه اما لقيت مشكله من بعد ما حليتهم بيان سور استعملتهم اللي مشكله اللي الكبيره ما تتسكرش بالقدا تقعد ديما تلعب بون شمني فيها بيسكو انا في رمضان جينيرالمون باش نعدي شترشق فتري في الخدمه دونك قلت ناخذ هذوما فوالا شنو اخر مزال حاجه خديتها من كارفور اللي هما هذوما لي سيرفييت هذوما دو تابل هذوما ديما ناخذهم مارك نيميرو 1 رخاص اون بلوس معناها نتاع استعملوا لوح فوالا هذه هي كانت مشترياتي لسيدي رمضان المتواضع جيسبر كو الفيديو عجبكم و جيسبر هكا كو ليدي عطيتكم هكا شويه افكار شنو باش تشريو بيان سور فما قضيه اخرى راهي مزات باش تتقضى ما انا هذيا اللي قضيتها معناها من عندي انا سينا باش نمشي زاده نقضي شويه دجاج وفازيتو نوريكم ما تنساوش دو فوز ابوني على ماشين وما تنساوش كان تحبوا هكا سو جونغ دو فيديو تقولوا لي لوطا في لي كومونتير سينو تابوني على الانستغرام وعلى الفيسبوك انا تاوم عليك باش خليك نقولكم باي باي البنات ابيانتو بوسا